ام جالس لين عشرين ما هو صانع بحديدي متوخر وملان من الدين ومناتي الستة وليدي ام جالس لين عشرين ما هو صانع بحديدي متوخر وملان من الدين ومناتي الستة وليدي تقول عنك يا سر ما هو مقبول تقول نزيدك الحفول ونقول حسبنا الله هذا الناس اللي هون تقول عنك يا سر ما هو مقبول مغسولة وكلامك مغسول شي ماني عارف معنا أم جارس دين عشرين ما هو صانع بحديدي متوخر وملان من الدين وبناتي الستة وليدي أم جارس دين عشرين ما هو صانع بحديدي متوخر وملان من الدين ومنات الستة وليدي صانع بحديدي متوخر وملان من الدين ومناتي الستة وليدي أم جالس دين عشرين ما هو صانع بحديدي متوخر وملان من الدين ومناتي الستة وليدي